السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين، معكم أخوكم محمد ملا. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن بتفيد 2042، رأيي عنها وانطباعي وعن الأمور اللي ما عجبتني فيها. فيلا بسم الله نبدأ، بس قبل أن نبدأ الله يسعدك اشترك بالقناة وفعل زر التنبيهات، وإذا عجبك المقطع انشره لخويانك. فيا ليتس جو. بتفيد 2042 مفتوحة للطلب المسبق يوم 6 ويوم 7، وبكره تكون مفتوحة للكل. طيب يا ملا، ايش رايك في لعبة باتلفيلد 2042؟ هل هي قد التوقعات ولا لا؟ اللعبة جات قد التوقعات عند اغلب الناس، تمام، بصراحة يعني. بس يا طويل العمر والسلامة، في بعض الامور لو قلت لك هي، لو انت مهتم صدق بباتلفيلد ممكن تزعل بكل صراحة. الجيم بلاي حق اللعبة حلو، فنان. السلايد في اللعبة، يعني اللعبة ماخذة من كل لعبة هرجة، عارفين السلايد ماخذينه من ايبكس، حركة اللاعب ماخذينها من كود، ويمكن كود كولد وار قولوا مثلا. اللاعب سريع مرة، فنان الحركة ذي. ايش كمان؟ الاصوات حقت اللعبة فنانة، يعني لو تلعب بسماعات ولا تلعب بالتلفزيون حتحس باجواء الحرب. تغيرات الماب برضو حلوة، انفجار الصاروخ، الاعصار، الامور هذه انتو عارفين كيف، كلها موزونة وكلها حلوة في اللعبة. طيب يعني الرأي الشخصي لي انا انه اللعبة بطلة وان شاء الله حتكون فخمة جدا، لكن نجي عند كلمة لكن، ايش الامور اللي ما عجبتني في اللعبة؟ الامور اللي ما عجبتني في اللعبة يا عيال انه باتل فيلد هذه ما حتكون باتل فيلد، يعني ما حتكون زي اي لعبة باتل فيلد لعبناها في حياتنا كلنا، لانها ناقصة اشياء مرة كثير. شوف، بكل اختصار شركة دايس ركزت على لعيبة جدد، انا قلت في المقاطع اللي راحت هذا الكلام. لما جات تسوي اللعبة هذه، والله يا جماعة الخير احنا خلونا نركز على لعيبة جدد بدل ما نركز على اللعيبة القدامى. مو معناته ان اللعيبة القدامى ما منهم فايدة، لا بالعكس حيكسبوهم وكل شيء، لكن باعوا الواقعية، باعوا الديتيلز الحلوة عشان يسووا لعبة تجذب اللعيبة الجدد اللي هم حقين كود، حقين هالو، حقين اللي ما يلعبوا باتل فيلد بكل اختصار. طب ايش اللي استغنوا عنه يا ملا؟ ايش الواقعية اللي تتكلم عنها؟ يا عيال اللعبة ما فيها اي واقعية، اللعبة ما فيها اي واقعية بكل صراحة، بكل اختصار، بكل صدق، ما فيها اي واقعية اللعبة. على سبيل المثال، معروف في باتل فيلد 1، في باتل فيلد 5، في باتل فيلد 4 انه السلاح يتوسخ، يعني يجي عليه تراب، يجي عليه طين لما تنسدح في الارض مثلا، وانت تجري لما تيجي قنبلة جنبك وينعدم السلاح، فاهمين علي؟ السلاح ينعدم في باتل فيلد 2040 ما في ذا الكلام. هتيجي تقول لي طيب هي بيتا، ممكن انا اقول لك يا رب يكون كلامك صح وانه بيتا، لكن انا ما ظنيت يا طويل العمر، ما ظنتي، لانه انا جربت بكل الطرق في البيت اني اعدم السلاح ما في فايدة. يعني انت في باتل فيلد، سلسلة باتل فيلد، عارفين انه كيف الواقعية تيجي على الاسلحة، انت حتستمتع بالمنظر اصلا، هتحس انه في شيء صار حولك، والسلاح انعدم، ولما تنزل في الماء يتنظف، و يعني واقعية شكلية حلوة، عارفين شك صد، يعني كشكل انت تقول انا عجبني الموضوع ذا. باتل فيلد 2040 ما في هذا الكلام، صارت زي كود، مهما تفجر جنبك مهما شيء ما في السلاح، ما يصير شيء، سلاح نظيف يلق لمعان. الشيء الوحيد اللي الحمد لله انهم ما استغنوا عنه اللي هو اجواء لما الماب اوربت يصير مطر، ينزل عليه مطر السلاح، تيجي عليه قطرات مطر، هذا الشيء كويس انهم ما استغنوا عنه. لكن الشيء الثاني حق السلاح اللي هو ينعدم ما هو موجود مع الاسف الشديد، يعني هذا الشيء انا مره زعلت منه، ويا رب في البيتا، يا رب في البيتا، يا رب بعد في اللعبه النهائيه ان الشيء يتعدل، لانه شيء مره زعلني. تحسب بس هذا الشيء؟ لا يا طويل العمر، كلنا متعودين في باتل فيلد انه الشخصيه نفسها ملابسها تنعدم مع التراب، مع المويه، مع الثلج. باتل فيلد 42 ما في هذا الكلام، الشخصيه حتقعد ملابسها نظيفه بكل اختصار، يعني ما انها تتزحلق ما تتزحلق، تنفجر قنبلة قدامك، ما في حتى دم لما
لما تنطخ وكذا الشخصية ما في دم يجي على جسمك. ليش سوى زي كذا دايس؟ ليش ما ركزوا على هذه؟ ممكن بيتا، الله أعلم، لكن أنا كرأيي الشخصي إنه هذه الأمور ما حتتعدل. عرفتوا علي؟ يعني في بعض الأمور خلاص المفروض تكون موجودة من البيت، المفروض تكون موجودة من الألفة. عرفتوا علي؟ فالديتيل هذا كان جدا فخم في ألعاب باتلفيلد وما هو موجود باتلفيلد 2042. فهل هذا شيء يزعل؟ يزعل البعض، والله بيني وبينك وأنا من البعض هذولي. ليش؟ ليش أنتوا شلتوا الديتيل ذا؟ ليش شلتوا الواقعية الحلوة ذي؟ ما أدري ليش، لكن نشوف إن شاء الله في اللعبة النهائية. وبرضو راح أنزل مقطع اللعبة النهائية ومقطع بجيم بلاي. طبعا اغلبكم حيسال ليش انا ما نزلت جيم بلاي، لانه يا عيال على 30 فريم لما اصور، فصعب جدا العب على 30 تحسبوا خلاص. لا يا طويل العمر، في ديتيل قتلني، في ديتيل زعلني مره، احبطني احباط مو طبيعي. هنا انا حسيت اني ماني قاعد العب باتلفيلد. يا عيال لما تيجي قنبله قدامك في اجزاء باتلفيلد اللي راحت، ايش يصير في الشخصيه؟ هتسمعها تخاف، هتسمعها تخاف وتبي تشرد. اعتقد تعرف الصوت هذا، ما يحتاج. في 2042 ما تسمع الصوت هذا، يب ما تسمع الصوت هذا. تفك قنبلة ترميها، ما في، يموت خلاص جنب القنبلة، ما في اي صوت، ما في لا صوت خوف، ما في. لا حتيجي تقول لي هذه بيتا، ايش دخل هذه بيتا؟ حطوا كل الاصوات حقت الشخصيات، كل الاصوات المسجلة اللي سجلوها في الاستوديو حق الشخصيات موجودة. حلو، هذا ليش ما هي موجوده بتفيد 42؟ ليش شلتوها؟ فهموني ليش شلتوا لما انه الجندي يخاف لما يكون جنبه قنبله؟ الواقعيه هذه حلوه بس ليش شلتوها؟ فهموني يا دايس. يعني حتى لو ركزتوا على الجيم بلاي، حتى لو ركزتوا على امور ثانيه، هذه امور تافهه. يعني من جد امور تافهه، امور اساسيه مفروض تمشوا عليها وتسووها. فهمتوا علي يا عيال؟ يعني ما ادري انا ايش الهرجه والله العظيم. حاجه بتنرفز بشكل مو طبيعي يا عيال. باتلفيلد هذه ما حتكون واقعيه زي اللي قبلها، حتكون حلوه. ما اقول لكم ما حتكون حلوه، انا مو قصدي انها ما هي حلوه، لا هي حلوه، اللعبه بطله، بس ما حتكون زي اللي قبلها. تبي تركز على ديتيلز، تبي تركز على امور زي كذا، ما حتلاقي، مره ما حتلاقي مع الاسف الشديد. يعني هذه بعض من الامور اللي ما عجبتني في اللعبه، الامور الناقصه اللي ما حتكون اللي ما حتحسسك انك تلعب باتلفيلد. لكن في حاجه اخيره دوب تذكرتها، اللي هو اصوات الجنود وهم يتكلموا، مزعجه يا عيال، مزعجه مره. حتيجي تقول لي باتلفيلد 1 طيب كانوا يتكلموا؟ باتلفيلد 1 كانت اصواتهم كانت تمثيليه صح، اصواتهم كانت حقيقيه مو تصنعيه. في باتلفيلد 42 اصواتهم يتصنع الخوف، يتصنع الكلام، يتصنع حتى خوف ما عنده، استغفر الله. يعني مثلا لما بيرمي قنبله يصرخ كذا جرنيد اوت ويزعجك انت يزعجك يا رجل. لما يموت صوته هو ميت، في 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 اصواتهم غلط. يعني ما ادري، انا ما لعبت الا بثلاث شخصيات بكل صراحه، ما لعبت شخصيه البنت لانها ما عجبتني، لكن كلهم مزعجين. فما بالك بصوت البنت لما تصرخ في اذنك، هتحسها تجننك يا رجل. فا يا عموما يا جماعه دخلوا وصلنا لنهايه المقطع، الله يسعدكم، لا احد يزعل من كلامي. هذه فقط بعض الديتيلز اللي انا شفتها ناقصه في باتلفيلد. هل حتتعدل في اللعبه النهائيه ولا لا؟ نقول يا رب انها تتعدل في اللعبه النهائيه، مع اني ما ظنتي، لكن حننبسط فيها في الاجزاء اللي راحت. الديتيلز هذه في 2042 ما ظنيت اننا راح ننبسط فيها، لكن اللعبه بشكل عام حلوه، وان شاء الله بكره كلكم حتجربوها واعطوني رايكم في الكومنتات عنها، ونشوفكم ان شاء الله في اللعبه النهائيه. عموما وصلنا لنهايه المقطع، لا تنسى انك تشترك بالقناه الله يسعدك. ومعليش لو طولت عليك، فيا هيا فمان الله.